القياده الاستاذ ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. يمكن تقدر تشرح لنا اكتر هذا الاتفاق، بس قبل ما اسمع هذا الاتفاق، هي اسعار الفراخ والبيض لسه غاليه ليه يا استاذ ثروت؟ احنا كنا متوقعين بدايه انخفاض من النص الاول من فبراير، النص الثاني يعني داخلين على النص الثاني من فبراير، احنا بنتكلم في البيضه بخمسة جنيه، الاسعار بقت غاليه جدا، ماذا يحدث رغم الافراجات؟ انه الكلام ان في افراجات كتيره، هل هذه الافراجات ليست كافيه؟ ايه الوضع وما سبب هذه الارتفاعات؟ مساء الخير استاذ رميس. مساء فعلا في ارتفاع في اسعار البيض واسعار الدواجن، واحنا كمنتجين طبعا يعني الاسعار دي طبعا مش منطقيه، فيها زياده، لكن في ارتفاع في التكلفه. احنا عارفين النهارده 75 80% من التكلفه اعلاف، النقد الاجنبي زاد امام الجنيه المصري في الاربع شهور اللي فاتت حوالي 100% تقريبا. دي جزئيه. جزئيه كميات الاعلاف، في افراجات، لكن الكميات الموجوده من الاعلاف ما زالت النهارده غير كافيه. الدولار النهارده وصلت ل 16,000 جنيه، سعر قياسي جدا في السوق السوداء. الصويا وصلت ل 31,000 جنيه في السوق السوداء. طبعا دي عشان قله الافراجات. الدواجن سواء بيض مائده سواء دواجن بيضه محتاجه العلف، العلف هو الاساس. خرج في الفترة اللي فاتت نتيجة التداعيات من أول أكتوبر جزء كبير جدا من المربين. الحل الوحيد عشان النهاردة الناس دي ترجع تاني ويستكمل الإنتاج، توازن الأسعار يا مدام لميس مش هيجي إلا من الإتاحية بتاعة الخامات. اطمئنان المربي النهاردة والثقة إن الأعلاف متوفرة بكميات كافية ومستدامة بتاع المربين يدخلوا، الإنتاج هو اللي هيخفض الأسعار. الانتاج هو اللي هيعمل توازن في الاسعار. فالنهارده وصول الاسعار يعني الدولار والصويا لاسعار قياسيه ده شيء سلبي جدا. عايزين مزيد من الافراجات، لازم في بسط وفي مقام. احنا السنوات الماضيه كان دايما عندنا شهر واثنين احتياطي استراتيجي من الدولار والصويا للصناعه. النهارده الكميات بتيجي، اسبوع في افراجات، اسبوع الثاني قليله، لازم يكون في استدامه بكميات كافيه. طيب. عشان المربي يرجع تاني للانتاج، الانتاج هو كلمني على كلمني على الافراجات، يعني كان في فتره حصل فيها افراجات كبيره، هل هذه الافراجات ليست كافيه؟ فتره حصل فيها افراجات وكان السوق متعطش جدا جدا جدا. الافراجات لما جت شجعت الناس تدخل، لكن رجعنا تاني مع قله الافراجات. الدولار النهارده وصل لساعتك ل 16,000 جنيه، سعر قياسي مع كمان جدا. فرق سعر يعني ان الدولار 30 100% 30 100% يعني هو 54% من اكتوبر، 100% من مارس بالظبط كده. كل ده 105% من مارس، كل ده بيحمل على التكلفه 75 80% من التكلفه علف. لازم كميات كافيه ومستدامه عشان المربي يرجع تاني للعمليه الانتاجيه. طيب. توازن الاسعار مش هيجي غير من الانتاج. فحضرتك بتقول لي انه هذه الاسعار مستمره حتى يحدث توازن في العمليه الانتاجيه بمزيد من الافراجات حتى لو كانت بالاسعار الغاليه؟ لازم النهارده تكون كميات الاعلاف متوفره ومستدامه عشان النهارده الانتاج والدوره الانتاجيه تستمر. المربي لازم يكتسب الثقه. للاسف النهارده اكثر من 50% خرج من العمليه الانتاجيه. في تداعيات كبيره جدا للازمه. هل في تفكير لدى الحكومه بتسعيره للاعلاف مثلا؟ يا ريت النهارده يكون، شوف التكلفه ايه، لازم الدوله تتدخل بكل ادواتها في استيراد الذره والصويا، لكن عشان نسيب النهارده المربي والمستهلك في النهايه فريسه للمستوردين وللسوق السوداء، في الاخر دفع المربين الفاتوره وخرجوا من الانتاج، والنهارده المربي المستهلك بيدفع الفاتوره تاني في اسعار لا قبل له بها. ففي الحلقه في النص، اولا الافراجات ثم اللي بيشتغلوا في العلف والصويا والكلام ده. لازم الدوله تتدخل وتستورد الذره والصويا وتمدها مباشره للمصانع والمزارع عشان المربي يرجع تاني الانتاج. لا مناص النهارده من توازن وتراجع الاسعار غير توافر الاعلاف واستدامتها. طب ايه توقعاتك؟ ايه توقعاتك للفتره المقبله؟ يتوقف على مدى توافر الاعلاف والمواد الخام، مدى الافراجات اللي هتتوفر، ومدى استدامه هذه الافراجات
عشان طيب تستمر العمليه الانتاجيه. احنا بنتكلم دميس في ماده حيه ايوه انا فاهمك. لا تقبل النهارده الحلول الجزئيه، لازم اعلاف بكميات كافيه ومستدامه وباسعار التكلفه. كفايه ارتفاع سعر الدولار، ما تلاقيش كمان سوق سوداء بتحمل الطن النهارده 10,000 جنيه و5,000 جنيه في الذره، تكلفه كله في الاخر على المنتج وهيتحملها المستهلك. طيب لازم تتدخل الدوله بادواتها النهارده عشان تعمل توازن النهارده في اسعار الخامات واسعار العلف، وينعكس على التكلفه هيوصل في الاخر للمستهلك. طيب كلمني عن هذه الاتفاقية اللي عملتوها مع وزارة الزراعة وزارة التموين لإتاحة 1000 طن من الدواجن بالذات عشان موسم رمضان. والله كان في اجتماع مع معالي وزير الزراعه امبارح مع اتحاد منتجي الدواجن ومنتجي بيض المائده، وكان اجتماع فيه مبادره جيده جدا من معالي وزير الزراعه ان هيقوم مجازر اتحاد منتجي الدواجن بتوريد 1000 طن بصفه مبدئيه خلال شهري مارس وابريل عشان المواسم لهيئه الساعه التموينيه او للشركه القابضه، ويكون النهارده في دعم من وزاره الزراعه لوصول المنتج بسعر اقل من السوق 15 20% عشان فتره المواسم الفتره اللي جايه. فالدعم ده يعني التكلفه والدعم ده هتدفعه الزراعه ولا هيدفعه التموين؟ لا، وزاره الزراعه برعايه من معالي وزير الزراعه هيعمل النهارده زي الدعم النهارده للكيلو الدواجن والطبق البيض، بحيث النهارده يوصل لوزاره التموين بسعر مناسب يمكن يكون اقل 20% من السعر السوقي. طبق البيض بكام دلوقتي؟ للاسف النهارده وصل 110 جنيه للطبق، وكيلو الدواجن 72 جنيه سعر المزرعه. ده المزرعه، لكن كلمني بقى على المستهلك. المستهلك بيزيد حوالي 8 جنيه او 10 جنيه حسب الحي والمنطقه والسوق والمكان اللي بيتم فيه التداول. يعني نتمنى انه يبقى فيه مزيد من الافراجات لتوازن العمليه الانتاجيه. شكرا استاذ ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.